الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الناس بيسألوا بيقولوا إحنا بنتعامل مع بعض، أصبحت عندنا مشكلة كبيرة قوي، ما بقاش قادرين نصدق حد. تجد واحد بيكلمك كلام وفي دماغه حاجة تانية، وبيقابلك بوجه مبتسم وهو بيضمن لك العداء، ويتحبب إليك عشان يجمع عنك معلومات وأسماء وأسرار، ويروح يفشيها ويتحودا إليك عشان تبقى أخوه تقول له أسرارك، وهو يروح يشيع الأسرار ويكذب عليها. مكر، الناس بيمكر بعضهم ببعض، والمكر إنك تخفي شيء وتظهر شيء آخر. المكر بقى موجود في الاقتصاد، وموجود في الاجتماع، وموجود في البيوت، وموجود مع الجيران، وموجود مع في الشغل، وموجود في السياسة، وموجود في كل مجالات الحياة. المكر بقى، المكر وسيلة من وسائل الرزق. تخيلوا الواحد عشان ياخد فلوس كتير يبقى مكار، يكذب، يظهر حاجة ويبطن حاجة تانية، ويلعب بالألفاظ ويلعب بالمواقف ويغير المواقف. المكر، المكر بقى باب، الناس بيعتبروه باب من أبواب الرزق، والبعض بيعتبره شطارة، والبعض بيعتبره ذكاء، والبعض بيعتبره تكتيك، وشايفين ان دي النصاحة. والعقل او الرزق بيحب ان الواحد يتكتك كويس ويرتب كويس ويمشي مع الناس كلها زي التعبان، بيلف هنا وهنا، بيلف مع الناس كلها على حسب الالوان اللي هي عايزاها، لكن هو له مصلحة تانية وله غاية تانية وله هدف تاني. مكار، يظهر بصورة ولكن الباطن مختلف. القرآن موقفه إيه من هذه القضية؟ هل هناك قانون للمكر؟ طب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن الناس اللي بتتعامل بالطريقة دي؟ اللي أنا بكلمه وأنا مصدقه، وهو عارف إن أنا مصدقه، وهو متيقن إنه كاذب وأنا مصدقه. يا ترى القرآن وضح حل للمشكلة دي؟ وضح حل للمعضلة دي؟ في قانون بيحمينا ويحمي المجتمع ويحمي الناس من المكر؟ يا ريت لو في قانون في القرآن أغيثونا به. المشاكل اللي احنا بنحياها بسبب مخالفتنا للدستور. الدستور اللي ربنا خلقنا وأنزله علشان يحكم حياتنا، القرآن، في تبيانا لكل شيء. فلما نجد إشكالات في مجتمعنا وخلل، يبقى نروح نضبط البوصلة مع القانون. قانون القرآن أنزله تعالى تبيانا لكل شيء، أنزله رحمة للعالمين، أنزله هدى، أنزله شفاء. تعالوا نعالج الشفاء ده، الشفاء المجتمعي في علاقتنا مع بعض عند كتاب الله تعالى في منهج ربنا. اللي احنا فيه ده سببه ايه؟ سببه ان احنا في قانون غاب من عندنا. الشطارة والذكاء والفهلوة هي اللي عمت، وبنعلم ولادنا ازاي يبقى فهلوي ويخلص الدنيا، لكن ما علمناش القانون. القانون ده عجيب جدا. يقول سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يبقى المكر الناس بتصدقك، يبقى المكر الناس بتصدقك، لكن الموضوع لسه ما خلصش، لسه في رب بيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وهيعاقبك على المكر ده في الدنيا ولسه في الآخرة. أنا عايزك تعيش مع الآية دي: وعند الله مكرهم. يعني لما تروح لواحد كده وانت بتكلمه بحاجة وجواك حاجة تانية، اللي جواك ده عند ربنا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عشان كده يوم القيامة يقول لك: يوم تبلى السرائر. هيظهر كل ده ويتكشف ده، ويظهر مكرك مش قدام واحد واثنين، قدام البشرية كلها من سيدنا آدم إلى يوم القيامة، فضائح. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لكن القانون مخلص، القانون بيقول لك وإن كان عند الله مكرهم، لكن فيه مادة تانية في القانون: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللي يمكر بالناس ربنا يمكر بيه،
فارق بين مكر الناس، المكر الإنسان خديعة، ومكر الله استدراج. مكر الناس بيخدعوا بعضهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فاكر نفسك بتضحك على الناس، فاكر الناس بتضحك على المؤمنين، فاكر نفسك بتضحك على المتدينين. يخادعون الله والذين آمنوا بفتاوي مضللة وبأحاديث مضللة وبمواقف مضللة. يخادعون الله والذين آمنوا، لكن انت مش ناسي القانون، انت ناسي القانون، مش واخد بالك بيه او تناسيته. ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك بنفس المنهجية. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انت تخدع وربنا يستدرجك، فيفتح لك شوية ويسيب لك شوية ويمدك شوية حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. مكر الله تعالى، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن لما تستشعر أن المكر جزاء مكر، يبقى تعرف أن الموضوع مختلف تاني. المادة الثالثة والأخيرة، ودي صعبة جدا، أن ربنا عمل قانون لعقوبة المكر خاص. قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني أنا لما أرتب حاجة لحد مش برتبها له، ده أنا برتبها لنفسي. لما أرتب أقيد حد ولا عشان أوقعه في حاجة، يبقى أنا بحفر لنفسي. لما أنا ببحث عشان أكشف سوءة حد وعورة حد وأفضح، فأنا بفتح الباب على نفسي وعلى إني أتفضح، وإن أنا أتعاقب بنفس الوسيلة اللي أنا بستخدمها معاه. أنا بفتح عشان أتكلم عن عرضه وعشان أفضحه بين الناس، فأنا كده بفتح الباب على عرضي. بفتح الباب على عرضي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ حدود الله حدود الناس، ربنا يحفظ حدودك. تتعدى على حدود الناس، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك اللي يتعدى على حدودك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى اطمن انت بقى ان ربنا تكفل بان كل ماكر انما يمكر على نفسه، كل مخادع انما يخادع نفسه، كل منافق الله يعلم سرائره ويفضحه في الدنيا والآخرة. علشان كده المرة دي هتعامل معاك وفي القضية دي بطريقة مختلفة. مش هبدأ بالحديث عن اللي نفذوا القانون، لأن احنا في مشكلة كبيرة واللي خلف القانون أكتر، سواء أفراد أو مجتمعات أو أنظمة. احنا محتاجين نشوف إيه العواقب الناس اللي مكرت. اللي مكر يا أخواني استدعى تدمير ربنا سبحانه وتعالى. تخيل، استدعى التدمير. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. تخيل، المكر بيستدعي التدمير، بيستدعي الخسران والمحو. ومكر أولئك هو يبور، الفشل، الضلال، عدم التوفيق. إن ربنا يكشف سبحانه وتعالى، ومكر أولئك هو يبور. المكر زي الزرعة الفاسدة، مش ممكن تكمل، مش ممكن تثمر، مش ممكن تزهر، مش ممكن تسعد، لأنه مبني على ضلال، ومبني على سوء نية، ومبني في أرض خبيثة. والأرض الخبيثة والزرعة الخبيثة مش ممكن تطلع منتج طيب. وبالتالي لما يمكروا بالأنبياء ويمكروا بالصالحين ويمكروا بالدعاة، نسمع ربنا سنته قال فيهم ايه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هم بيرتبوا، يحبسوك ولا يقتلوك ولا ينفوك.
وهم بيرتبوا نسوا ان رب الكون له نظام، ورب الكون له قانون، ورب الكون هو من يقدر سبحانه، هو من يدبر سبحانه، هو من يقرر سبحانه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، مع كل الدعاة، مع كل أصحاب الحق. وبالتالي فأهل الإجرام أهل المكر، وما يمكرون إلا بأنفسهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. نعم، مكر محكم، مكر محكم في نشر الفواحش علشان يبعدوا الناس عن الإسلام، مكر فاحش إنه يركز في وقت الصلوات وفي وقت القيام ويجيب أعظم المغريات وأعظم الأفلام والمسلسلات والبرامج علشان ما تروحش تتوب، علشان ما ترجعش لربنا، علشان يحول بينك وبين العلاقة بربنا سبحانه وتعالى. ده مكر الليل والنهار. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. باسم الفنون والتسلية ربنا بيقول لنا كده، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هو أنت بتدبر وبترتب وبتخون وبتخبي وأنت ما أنتش مش واخد بالك أن ربنا مطلع؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو معك، يطلع عليك، يعرف ما في نفسك، يعرف ما وراء الكلام، يعرف ما تضمره في نفسك. لذلك من العقوبة للماكرين أن يفضحهم الله تعالى. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. بيلعب بالألفاظ، بيلعب بالكلمات، بيلعب بالمواقف. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إذن الفضيحة هي مصير من مكر، الهلاك مصير من مكر. قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لذلك لابد أن نحذر من المكر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. هو مصدقك لأنك بتحسن الألفاظ وتظبط العبارات وبتعرف تتلون، لكن أنت كاذب وأنت عارف أنك كاذب، أنت منافق وأنت عارف أنك منافق، بس أنت نسيت أن ربنا يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صغار عند الله، الناس اللي لعبت بالألفاظ ولعبت بالنوايا وضحكوا على الناس وكذبوا ومكروا، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ومع ذلك أهل الصلاح لا يضرهم المكر، لأن الله تعالى يمكر لهم، يمكرون ويمكر الله. الله يمكر لعباده، الله يمكر لعباده، والله خير الماكرين. بل الله تعالى يحفظ عباده من مكر الماكرين، بيحفظهم. لذلك لما قام الرجل من بني إسرائيل وانتصر لموسى عليه السلام، قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هم بيمكروا وبيدبروا، لكن انت لو تحصنت بربنا سبحانه وتعالى لكن اخذت بالاسباب، ما تبقاش برضو المسلم مش حاجة كده اي حد ياخده في اي مكان ويقول له اي حاجة يصدقها. لا، المسلم كيس فطن، كيس عاقل ذكي يعي الامور. سيدنا عمر كان يقول لست بالخب وليس الخب يخدعني. الخب الماكر، انا مش ماكر، بس من الماكر ما يخدعنيش، لان المؤمن كيس. الكيس ده ربنا بيحميه سبحانه وتعالى. فوقاه الله سيئات ما مكروا. ولما تكتشف المكر ما تحزنش قوي عليهم، ما تحزنش قوي على الماكرين، وتقول ده انا كنت مصدقه، ده انا كنت بستقبله، ده انا كنت بحبه، ولا تزعل، لان ربنا سبحانه وتعالى نقى الامه منه. يقول سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ده بيرتبوا، ده بيخططوا، ولا اي حاجه. واقرا قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. لا تخاف، لا تمكر، اياك ان تخدع بالمكر، اياك ان تخشى المكر. الله يحفظ المسلمين ويحفظ المؤمنين ويحفظ عباده سبحانه وتعالى. وما يمكرون الا بانفسهم ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ان الله عزيز ذو انتقام. يا ماكر، ان الله عزيز ذو انتقام. يا مخادع، ان الله عزيز ذو انتقام. الناس ممكن يصدقوك لكن مش اخر المطاف. ان الله عزيز ذو انتقام. الفضيحه في الدنيا ثم الخزي والخسران في الاخره. هكذا امرنا الله تعالى وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قانون المكر لابد ان نحفظ هذا القانون وان نعي هذا القانون وان نفهم هذا القانون وان نعتبر به وان نطمئن له. نعم، اهل الصفاء يطمئنون، اهل الصلاح يطمئنون، اهل العمل لله يطمئنون. ده ربنا اللي بيمكر لك، ربنا بيمكر لك. يمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. افامنوا مكر الله؟ ربنا بيمكر ليك، اطمن، ما تقلقش قوي، ما تنزعجش، اصل هم بيعملوا وهم بيرتبوا. قم بواجبك واستخدم وسائلك وخذ بالاسباب اللي في ايدك وتوكل على الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وانت مطمن كده حط عندك قاعده: ومكر اولئك هو يبور. لن ينجح، لن يفلح، لن يزهر. طمن ولا تتضايق ولا تحزن، انت مع ربنا سبحانه وتعالى منتصر، انت مع ربنا غالب، انت مع ربنا باقي، لان الباطل سيزول والمكر سيزول ويبقى الحق واهل الحق واهل الصدق واهل الاخلاص. إذا كان الأمر كذلك فنحن في حاجة إلى بعض المعينات لنستفيد بها في مقاومتنا للمكر وفي أن نستمر على الصدق وعلى الوضوح وعلى الإخلاص وعلى النور، نعمل في النور. أول شيء أن أتعرف على عاقبة المكر وخطورته. أول شيء أن أتعرف على عاقبة المكر وخطورته. واحنا شفنا كم اهلك الله تعالى الماكرين
وكم أعد سبحانه وتعالى لهم من عذاب وخسران وخزي في الدنيا والآخرة، وكيف يفضحهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وكيف سيضيع ما فعلوه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. إذا اطمن، ربنا بيصنع ليك. وبالتالي أول شيء يجب أن تعرفه أنك تتعرف على السنة دي، وتتعرف على القانون ده، وتتعرف أن ربنا مش سابك وحديك، ربنا معاك بيدافع عنك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مطلوب منا إحنا كمان علشان ننجح في هذا الاختبار، سلامة النفس، إن إحنا قلوبنا تبقى سليمة، قلوبنا تبقى مطمئنة، قلوبنا تبقى سوية، ما نبقاش زيهم. ما إحنا لو مكرنا وبقينا ماكرين زيهم يبقى إحنا بقينا في الهم سواء. طبعاً ده مش معناه إنني لا أحتال في مواجهة الباطل، لا، مشروع الاحتيال في مواجهة الباطل مشروع. حتى ربنا لما اتكلم عن المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن لو يستطيع حيلة يستخدمها في مواجهة الباطل، الآية بتقول كده. لكن مش معنى أنك أنت تستطيع حيلة تقول لا، المسلم إذا كان ربنا بيمكر بالكفار فالمؤمن يمكر للمواجهة، والحرب خدعة والمواجهة خدعة ووسائل التعامل في الصراع خدعة. لكن لما يجي واحد يسألك من الأعداء كم عدد المسلمين، تقول الصدق من جاء، عدد المسلمين كذا، والمدد عندهم كذا، والخيام عندهم كذا، هذه خيانة، هذا ليس صدق، هذه خيانة. إذن المكر في مواجهة الأعداء مشروع مطلوب، الذكاء مطلوب، الترتيب مطلوب، الخداع مطلوب، مشروع. لكن المكر بالمؤمنين حرام، المكر مع المؤمنين خيانة، المكر بالناس الذين يصدقونك وتستخدم سلطتك، ولا تستخدم مكانتك، ولا تستخدم الدين اللي انت بتنتسب إليه، ولا المشروعية اللي انت فيها، وتقول للناس معلومات كاذبة وانت عارف انها كاذبة، وتضحك على الناس بمعلومات أو بأفكار، انت خائن. ثم اليقين بحفظ الله تعالى، تيقن ربنا يحفظك، اطمن، لا تخشى من مكر الناس، ربنا يحميك وربنا يحفظك وربنا ينصرك، بس انت خليك سليم مع ربنا سبحانه وتعالى. أخيرا كن حذرا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. المسلم عنده حذر، عنده وسائل، عنده أدوات، وليس شيئا هلميا. المسلم عنده ذكاء وعنده ترتيب وعنده أدوات. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لا تخدع، لا تستسلم، لا تكن شيئا ضعيفا، ولكن اعتز بالله واعتز بنصر الله واعتز بعلم الله، والله معكم ولن يترككم أعمالكم. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من مكر الماكرين، وخداع المخادعين، ونفاق المنافقين، وأن يسلم صدورنا، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكر السيء لا يعود بخير أبدا، ولا ينتج فلاحا أبدا، ولا يثمر إلا البوار والخراب. قال تعالى: ومكر أولئك هو يبور. مكر إخوة يوسف بأخيهم ليحرموه من محبة والده، فكتب الله تعالى له محبة البشرية كلها وبغضها لمكرهم وكيدهم إلى يوم القيامة. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. من عاش بالمكر مات بالفقر، فمن احتالوا على نصيب المساكين وأقسموا ليصرمنها مصبحين، عاقبهم الله تعالى فجعلها كالصريم.
ثلاثة من كن فيه كن عليه: المكر والبخل والبغي، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. بقدر ما يركض النمامون لتشويه سمعات الأبرياء، ينزل الله تعالى بغض النمامين في قلوب خلقه. سنة الله لا تتبدل. كلما ازداد الماكرون مكرا، كلما اقتربت ساعة زوالهم ولحظة رحيلهم، قال ربنا سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.